بالدم بالروح. افريقيا مش هتروح. هي دي كانت هدفات جماهير الزمالك النهارده بعد انتهاء لقائها مع النجم الساحلي التونسي بنتيجه 1-0. طبعا خليني اكلمكم على كواليس لقاء النهارده اللي كان سخن جدا عند جماهير الزمالك اللي ما بطلتش هدفات من اول الماتش لاخره. طبعا في البدايه جماهير الزمالك النهارده هتفت لشيكابالا اللي مش شيكابالا، واحد كده كان شبيه بشيكابالا كان متواجد في الملعب اول لما نزل كل جمهور الزمالك اللي في المدرجات هتفوا له، لكن شيكابالا ما كانش موجود النهارده. النهارده طبعا لو كلمتكم على اجواء بقى المدرجات، جمهور الزمالك احتفل بشكل قوي جدا اول لما عرف فوز فريقه في كره اليد على النادي الاهلي، بداوا يهتفوا احنا ملوك اليد في مصر. كانت هتافات قويه لكل جماهير الزمالك، كان في تهنئه خاصه النهارده من استاد برج العرب لجمهور الزمالك بعد الفوز على الاهلي على لوحات كده استاد برج العرب. طبعا اول لما لعيبه الزمالك بقى النهارده نزلت كان في استقبال قوي جدا من جمهور الزمالك لاكثر من لعيب، محمد ابراهيم وعبد الله جمعه كان لهم الحظ الاوفر وكان لهم هتافات قويه جدا. لكن النهارده بقى خالد بوطيب اللي كان حريص اللي هو بقى متواجد النهارده نزل اول لما راح كده محمد ابراهيم كان حريص اللي هو يروح يطمن عليه، وجنوس بقى هو اللي راح له كده وسلم عليه وبدا يساله يعني عن اصابته وبدا يطمن منه على اصابته. لكن النهارده بقى المصورين الصحفيين كان لهم رد النهارده على الاعتداء اللي تعرض ليه الزميل عبد الرحمن في ماتش الزمالك وبيراميدز اول لما يعني قبل ما اللقاء يبدا كده كل المصورين وقفوا وحطوا الكاميرات على الارض يعني ردا على الاعتداء واعلانهم ان هم رافضين للاعتداء. النهارده طبعا كل جماهير الزمالك بقى هتفت للاعبتها بشكل قوي جدا من اول لحظه للماتش، بداوا بيهتفوا افريقيا زمالك. لكن من اول اما الماتش بدا كده كل جمهور الزمالك كان بيهتف النهارده يا المكسب يا الموت، هتافات متواصله. هتاف فضل جمهور الزمالك يهتفوا من الدقيقه من بدايه اللقاء لحد الدقيقه 20 اول. طبعا لما جت الدقيقه 20 بدا كل جمهور يهتف شمال يمين في الجنه يا 20. يعني الجماهير النهارده فضلت تطالب لعيبتها من وقت للتاني كده يعني اللي هم يركزوا في الماتش، هتافات مستمره لكل اللعيبه طوال الماتش، ما كانش في توقف النهارده. في بقى صحفيه تونسيه كده كانت موجوده كان عاجبها تشجيع جمهور الزمالك وفضلت تسقف معاهم. لكن اول لما الجول الاول بقى للزمالك جه كانت في حاله من السعاده قويه جدا لكل مدرجات الزمالك. جمهور الزمالك بقى اشعل الشاموخ كده وفضلوا يحتفلوا بيه بشكل قوي، كان باين السعاده القويه وكان باين بقى ان الجول عجب الصحفيه التونسيه اللي قامت سقفت كده لكهربا بعد الجول دوت. يعني اول لما انتهى بقى الشوط الاول كان باين ان كل لعيبه الزمالك بتسقف لكهربا وهو طالع كده، كلهم حمسوه وهو خارج لان هو كان صاحب الهدف النهارده. لكن امير عزمي بقى هو اللي ما خرجش مع اللعيبه وكان حريص جدا ان هو يبقى متواجد في الملعب عشان يطلب من مسؤولي الاستاد اللي هم يرشوا ارضيه الملعب تاني قبل ما الشوط التاني يبدا. جمهور الزمالك في الشوط التاني بدات تهتف لكل لعيبتها من اللحظه الاولى كده افريقيا زمالك، هتافات متواصله للعيبه. يعني كان باين التوتر على مستر بروس النهارده وكان باين التوتر الاخطر بقى على امير مرتضى منصور اللي كان متواجد النهارده في المدرجات، كان باين اللي هو مش عاجبه اداء اللعيبه خالص والتوتر كان باين عليه جدا النهارده اثناء تواجده في المدرجات. لكن النهارده بقى عدد من جماهير الزمالك كده هو اللي كان باين ان هم مش عاجبهم التغييرات اللي بيعملها مستر بروس، انفعلوا بشكل قوي جدا وبداوا يزعقوا كده اكتر من حد، فضل يزعق وكان باين ان هو مش عاجبه جروس النهارده اكتر من وقت. الجمهور كان بيطالب جروس اللي هو ينزل ايمن حفني وبداوا يهتفوا كده الجمهور الزمالك اللي كان متواجد في الاولى يمين، هتفوا لايمن حفني اكتر من مره عشان جروس ينزله. لكن النهارده بقى كهربا وهو طالع كان باين ان كل الجمهور سقف له بشكل قوي جدا وحيوه وهو خارج، وهو يعني حط ايده كده على شعار الزمالك وحياهم، كان باين يعني ان هو يعني كان رغم ان هو حزين لكنه يعني حيا الجمهور بشكل قوي. جماهير كان باين التوتر عليها وكان باين ان هي مش عاجبهم اداء اللعيبه خالص وبدات تهتف لهم من الوقت للتاني. افريقيا الزمالك العصبيه ظهرت على معظم الناس كده في اخر الوقت بسبب هجمات النجم الساحلي اللي كان بيعملها في اللحظات الاخيره، وبداوا ينفعلوا اكتر من مره وبداوا يطالبوا يعني الكابتن بداوا يطالبوا امير ان هو يعني يتكلم مع جروس بسبب المنظر اللي كان باين عليه اللعيبه. لكن اول لما انتهى اللقاء الحزن كان باين على لعيبه الزمالك وكان باين عليهم ان هم مش عاجبهم النتيجه 1-0، لكن كل الجمهور اللي كان متواجد في الثالثه يمين هتف لهم بشكل قوي جدا ويعني طالبهم ان هم يروحوا لهم وسقفوا لهم بشكل قوي وبداوا يعني يهتفوا لهم كده افريقيا يا زمالك، وبدا كل الجمهور يهتف بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. الجمهور اللي كان متواجد برضو في الاولى هتف لهم وهم خارجين، لكن جماهير بقى النجم هو اللي كان باين عليهم يعني الحزن كده بعد انتهاء اللقاء.
كان باين ان هو يعني يعني مش عاجبهم من نتيجه 1-0. جمهور الزمالك فضل شويه منه واقفين بعد نهايه اللقاء، لكن النهارده جماهير الزمالك يعني باين الرساله اللي وصلتها للاعيبتها النهارده بعد انتهاء اللقاء، وباين اللعيبه هي نفسها ما كانش عاجبها ادائهم النهارده ومش عاجبهم النتيجه. لكن النهارده بنقول لجمهور الزمالك ولاعيبته مليون مبروك على الفوز النهارده الغالي على النجم الساحلي، وباذن الله موفقين في لقاء العوده باذن الله اللي هيكون في تونس.